السلام عليكم، أهلا بحضراتكم في اليوم الـ14 من التدريب بتاعنا. في اليوم ده هنتكلم عن مجموعة أمثلة جاهزة لبعض الألعاب، ونتعرف منها إزاي نجمع الأفكار اللي كنا قلناها قبل كده مع بعض في مشروع على بعضه، بجانب إن احنا نتعلم من الأكواد الجاهزة للمشاريع دي تطوير الأساليب بتاعتنا في الشغل. معانا مجموعة ألعاب موجودة هنا في الجدول. عندنا أول لعبة فيها اسمها كاتش جيم، تعالوا نتعرف عليها الأول. ده المشروع بتاعها، ولما نيجي نعملها ران هي فكرتها ببساطة إن أنت معاك طاقية، المفروض إن الطاقية دي بينزل عليها شوية كور، في كور كويسة إن أنت تجمعها، وفي كور تبقى عبارة عن حاجات تقلل الهيلث بتاعتك. تمام، فتعال نضغط ستارت. أول حاجة تلاحظها إن الكور دي بتتحرك مع الطاقية، بتتحرك مع الماوس. تاني حاجة، لما تيجي مثلا تلاقي كورة زي كده تلاقيها بتنزل على الحافة بتاعت الطاقية وتكمل. تمام، هنا مثلا دي حاجة تقلل الهيلث بتاعك، فهتلاقي السكور بيقل لما نوصل لها زي كده مثلا. تمام، هنا بيديني الوقت اللي هو مفروض أعديه قبل ما الليفل يخلص. تمام، هتلاحظوا إن لما الكور بتخش جوه ما عادتش بتاخد مساحة بحيث إن تسمح لي إن أنا آخد كور تانية بعدها. هنستنى لحد ما الوقت ما يخلص ونوصل 3 ثواني، ثانيتين، ثانية. تمام كده، المفروض ان انت كملت التحدي المطلوب منك ونجحت اللعبة بالنسبة لك. طبعا ممكن يبقى اللعبة شرطها ان انت توصل لسكور معين، ده اذا انت عايز تتكلم فيها. طيب خلينا ندرس كده تكوين اللعبة نفسها ككود عامل ازاي. اول حاجة تصميم الديزاين نفسه. عندي هات، وعندي سكاي، ودي صور، صورة للشمس للسماء، وده البريفيو بتاعها. صورة للهات طاقية، والطاقية الجزء العلوي بتاعها. تمام، في جزء السفلي بتاعها مفصول، فهنشوف ليه كده الطاقية مفصولة على جزئين. بعدين العشب اللي هو تحت ده، بعدين اذا كان في اكسبلوجن بيحصل، والكورت البولينج اللي بتنزل، والقنبلة اللي هي الكرتونية اللي احنا بنشوفها دي. طيب نيجي لأول حاجة، الصور اللي عندنا السبرايتس دي مفيش فيها مشكلة، صور عادية جدا محطوطة وبتظبط اللايرز بتاعتها. فهتلاقي السكاي محطوطة في لاير اسمها باك جراوند، في حين ان في عندك فور جراوند وفي سبارك وفي الديفولت. الجريس محطوط في الفور جراوند عشان يبقى قدام. الدستروير دي منطقة انت عامل لها ايدج كولايدر، تمام، بحيث ان انت لما تخبط فيها اي كورة تتدمر، بحيث انها ما تقدرش موجودة عندنا على طول. كويس، خلينا نشوفها كده مع بعض. هتلاحظ الكور بتنزل، ولما بتخبط في الكولايدر عندك بتاع الدستروير ده بتتدمر وتروح من المشهد بعد كده. تمام، عندنا الجيم كنترولر، وده ام بي تي جيم اوبجكت محطوط عليه سكريبت بيمثل الجيم مانجر اللي هو كنا اتكلمنا عنه في اليوم الـ13. هنا بيقول لي في بعض الاعدادات انت عاملها له زي الكاميرا مثلا، انواع الكور اللي ياخدها، مثلا الوقت اللي هو يشتغل عليه، المكان التكست اللي يعرض فيه التايم، مكان التكست اللي يعرض فيه الجيم اوفر، الزرار بتاع الريستارت، السبلاش سكرين اللي هي بتبان في الاول، والباتون كنترولر، اسف الهات كنترولر اللي هو مسؤول عن الطاقية. هنا الهات عندنا دي البلاير الاساسي بتاعنا، وهتلاحظ ان هي معمول لها ريجيد بودي ونوعه كاينيماتيك. ليه؟ لان هو مش هيحتاج
يتأثر بقوانين القصور الذاتي والجاذبية الأرضية، هو بيتحرك منه في نفسه. كمان معمول له ايدج كولايدر، ونقطة مهمة جدا ان الكولايدر اذا مش معمول له ريجيد بادي هيبقى ستاتيك كولايدر، يعني ثابت في مكانه، حتى اذا انت غيرت مكان الرسمة بتاعته مش هيغير مكان الكولايدر بالنسبة للحسابات اليونيتي. لكن لما بتضيف له ريجيد بادي بتقول له ان الكولايدر اللي معاه مع الريجيد بادي ده ممكن يروح من مكان لمكان تاني، فتبقى انت عامل حسابك على كده. طيب هنا عامل لي ايدج كولايدر، ده اللي هو الايدج كولايدر بتاع الحافة الطاقية. في ايدج كولايدر تاني للحافة التحتانية خالص، ده معمول تريجر، لكن ده معمول كولايدر عادي. الجزء المطلوب هنا بقى في الكولايدر ده اللي هو التحتاني التريجر، ان لما الكرة توصله تختفي عشان ما تشغلش مكان على الفاضي، فيقوم بعد كده يبقى في مكان اقدر استوعب فيه كورة واثنين وثلاثة وخمسين كورة واحدة ورا التانية. طيب في بقى كذا سكريبت محطوطين، واحد اسمه هات كنترولر، واحد اسمه ديستروي اون كونتاكت، وسكور. طيب هات كنترولر لما نيجي نفتحه، هتلاقي ان هو بياخد اوبجكت من نوع الكاميرا، وبياخد الويتس بتاع الشاشة، وبيسأل وبيبقى عنده متغير بوليان، هل اليوزر يقدر يتحرك ولا لا، علشان لما اللعبة تقف يوقف تحريك الطاقية. في ده ليتل ستارت بياخد الاوبجكت اللي بيمثل الكاميرا، وهنا في عنده كلاس جاهزة اسمها كاميرا، وفيها خاصية ستاتيك اسمها مين، بتشاور على أي كاميرا عندك حاططها في السين، بشرط إن الكاميرا دي يكون معمول عليها تاج اسمه مين كاميرا، وده اللي بيبقى أصلا ديفولت في السينز اللي أنت بتعملها كرييت في اليونيتي، إن بيبقى عامل الكاميرا ومديها التاج ده. فأوتوماتيك لما بتقوله في الكود هات لي الكاميرا دوت مين، أوتوماتيك بيجيب لك الكاميرا اللي بتصور المشهد بتاعك. فده وسيلة تانية بدل ما كان ان هو يعمل دراج للكاميرا في الانسبكتور ويوصل الاوبجكت بتاعه. طيب بيعمل بعد كده شوية حسابات بحيث ان هو يعرف اقصى مكان يقدر يتحرك فيه من اليمين والشمال، وبعدين بياخد احداثيات الماوس بعد كده من خاصية اسمها input dot mouse position، وكل ما الماوس بوزيشن ده بيتحرك بيديني الفيكتور 3، اقوم بعد كده ابعته للكاميرا عشان تترجم لي الفيكتور 3 ده لمكان من وجهة نظر الكاميرا نفسها، برضو بيبقى فيكتور 3 لكن باختلاف نقطة الاصل بقى، هل نقطة الاصل العالم ولا نقطة الاصل بتاعت الكاميرا. بعد كده بيقعد يتحرك بقى في التارجت بوزيشن اللي هو حسبه من مكان الماوس، يعني اذا الماوس على يميني اروح ناحية اليمين، اذا الماوس على شمالي اروح ناحية الشمال، وعامل دالة بحيث ان هي تعمل enable و disable للتحكم بتاع اليوزر، بحيث اذا كان كنترول ده بترو يبقى الابديت او الفيكسد ابديت تشغل عملية تلقي الانبوت، اذا كان كنترول ده بفولس يبقى دي هتوقف الاف، وبالتالي ما اقدرش اتحكم في الطاقية بعد كده. ده في حالة السبلاش سكرين اللي في الاول او الجيم اوفر. تمام. طيب لما نلاحظ برضو تقسيم بقية الفولدرز اللي عندنا في المشروع، وعامل فولدر للسينز حاطط فيه السين الأساسي بتاعه، عامل فولدر للأوديو المؤثرات الصوتية، وده الخلفية الموسيقية اللي شغالة طول الوقت، اكسبلوجن ده الانفجار، رش ده صوت تاني بيشغله في لقطة معينة، عامل بارتكل ما يشبه البارتكل سيستم كده. تمام. بس عاملها بصور. عامل بريفابس، واحد للقنبلة الكرتونية، واحد لكرة البولينج، واحد للإكسبلوجن، وده بارتكل سيستم عندنا. تمام.
حاطط له كمان شوية أكواد، بس هتلاحظ إن هو ده بارتيكل سيستم من اللي كنا اتكلمنا عنه في إحدى الحلقات السابقة يا جماعة، وعامل جلو. جلو ده اللي هو النجوم اللي بتمشي ورا بعض الأوبجكتس عندك يعني، تمام، وكذا نوع من أنواع البارتيكل سيستم عنده، ودي الأكواد اللي هو بيشغل عليها. يهمنا برضو الكود بتاع الجيم كنترولر اللي هو زي الجيم مانجر. الجيم كنترولر ده بيعرف انت واقف في انهي مرحلة في اللعبة، هل انت بتلعب ولا لأ، خاصية بلاينج، ودي بتبقى فولس في اول اللعبة لحد ما انت تقول له ستارت، فلما تضغط زرار ستارت بيقلب البلاينج ده بترو، تمام. ده اللي ستارت جيم اللي هي بتتندى مع الباتون كليك في زرار الستارت. هنلاحظ هنا دالة اسمها سبون اللي هي بتكون كل شوية كور جديدة بتنزل من فوق زي المطر كده. عامل فيها وايل ان لسه طالما ان الوقت لسه ما وصلش للصفر، فهات لي مكان راندوم من 1 لـ 4 وبعدين نفذ معادلة كده بحيث تحسب مكان تبدأ من الكورة وتحسب زاوية دوران. هنا كواترينون دي يا جماعة هي كلاس بتمثل الروتيشن في اليونيتي، فلما بقول له ان انا عايز الروتيشن الديفولت اللي هو زاوية 0 0 0، دي بيسميها ايدنتيتي مصفوفة الوحدة اللي هي الروتيشن بتاعها هو الديفولت اللي هو 3 صفار. بعد كده بيعمل انستنشيت للكورة اللي اختارها. وهنا خد بالك برضو هو بيختار كورة راندوم، يعني هو عنده array من الكور، هو عامل في حسابه ان عددها 4، بيختار كورة منهم. الكورة اللي بيختارها دي ممكن تكون كورة بولينج، ممكن تكون قنبلة الكرتونية بتاعتنا. بعد كده اللي بيختارها دي بيعمل بيها بريفاب، او بيعمل من البريفاب بتاعها اوبجكت في المكان اللي اختاره بالزاوية الايدنتيتي بتاعت الروتيشن، وبيزود عدد الكور اللي في المشهد عنده. والكور دي بتقل برضو لما واحدة منهم تختفي، كويس. وهنا بيعمل سطر yield return new wait for seconds، وعاملها مش بزمن ثابت في كل مرة، هو عاملها برينج من 0.5 ثانية لـ7 من 10 ثانية، بحيث ان هو يديني يعني اختلاف شوية في السرعة ما بين كل كورة والكورة اللي بعد كده. لكن اذا انت ثبتها 0.5 ثانية الفرق برضو مش هيبقى كبير قوي، تمام. بعد كده بيبدأ ان هو يعمل لوب كبيرة بقى للوقت نفسه. فهو هنا عامل يلد تاني ريتيرن نيو من ثانية لثانيتين علشان يكرر عملية اختيار الكورة، وبعدين بيعمل ويت تاني ثانيتين قبل ما يطلع له جيم اوفر. ده في حالة اذا الوقت وصل لصفر، فبيستنى ثانيتين وبعدين بيطلع رسالة جيم اوفر على الشاشة، وبعدين يستنى ثانية وبيظهر زرار الريستارت. كل ده كوروتين، وده كنا اتكلمنا عنه في اليوم 13. فده هنا اول ما بضغط البطن بتاع ستارت جيم بينادي الدالة دي، وهي بدورها بتنادي ستارت كوروتين لعملية السبون. طب امتى بقى السبون دي بتقف؟ لما شرط الوايل ده يقف بالنسبة لي ان الوقت خلص. دي من الحاجات المهمة جدا في الكود ده. في دالة تانية اسمها destroy in contact، او كلاس تانية اسمها destroy on contact، ودي لما الكورة بتخبط في الكولايدر تحت ده بيبقى في destroy in contact، بحيث ان هو يشيل الكورة ويفضي مكانها في الطاقية نفسها. طيب حتة ان الهات اتقسمت جزئيتين ليه؟ الهات الاولانية الاساسية دي خلينا نخفي ولادها عشان تبقى الامور باينه شويه. الهات الاساسيه بتاعتك هي الجزء الوراني، تمام، والكولايدر اللي هو محتاجه. طيب الهات فرونت ده
دي النص التحتاني من الطاقية، وده بتحتاجه بحيث لما الكورة تنزل يبقى هي الكورة تخبي النص الوراني والنص القدماني يخبيها. خلينا نشغل كده عشان الأمور دي تبقى أوضح شوية. خلينا نختار كده كورة، نستنى لما الكورة تقف عندنا. الهات عندنا اهي. المفروض الكرة دي لما بتنزل شوية بشوية، خلينا نجرب ان احنا نحركها كده. هتلاحظ ان جزء من الكرة مستخبي في الهات فرانت ده، وجزء تاني من الكرة بيخبي الهات باك جراوند. كويس. طيب المين هات بقى ده كان بيعمل ايه؟ دي جزئية كده تكميلية يعني في الشكل، بس ان هو بيكمل شكل الهات من قدام، بحيث اذا انت حبيت تحسن الشكل شوية يبقى الشكل مكمل بعضه. لكن دي مش جوهرية قوي، لكن الاساس فيها فكرة الفرونت هنا والهات الاساسية نفسها. طيب ده نقدر نقول عليه ده التركيبة الأساسية للكود بتاع الكاتش بول. ده أول مثال في حلقتنا النهاردة، وفي الجزء التاني هنكمل مثال بعده إن شاء الله.